كذا، في الساعة كذا، وفي يوم كذا جم المقرئين زي العادة وقروا القرآن، وفضلت أنا قاعد وياهم لوحدي، أنا وهم بس، ولا واحد من أصدقائي ولا واحد من أصدقاء أسمهان ومعرفة فكروا إنهم يضيعوا من وقتهم 5 دقايق بس يجوا فيها يشاركوا في أداء واجب الوفاء نحو فنانة كانت ملء السمع والبصر والعيون والقلوب، وماتت في عمر الورد، حتى جرس التلفون اتخرس يومها ولا نطقش، حتى مكالمة تلفونية والواحد منهم قاعد في مطرحه من غير ما يتعب نفسه ما حصلتش. يا سلام، قد كده الدنيا وحشة وغرورة وملهاش أمان، قد كده الواحد الناس ما تفتكروش إلا إذا كان في عز مجده وشهرته، ويوم ما يموت يتنسي ويبقى ولا كأنه كان هنا. طيب أصحاب أسمعان ونسيوها خلاص، نسيوها بمضي المدة، أصحابي أنا وزملائي أنا محدش منهم فكر في مجاملتي، ومع ذلك حاولت ألتمس لهم الأعذار. يمكن كلهم بدون استثناء انشغلوا خالص للدرجات، يمكن كلهم كانوا مسافرين ومش في مصر. صعب عليا نفسي أوي إن الفنان يتنسي بالسرعة وبالسهولة. حسيت إن اللي حصل مع أسمهان ممكن أوي إنه يحصل بالنسبة لي، إيه اللي يمنع يعني؟ هي أسمهان يوم ما ماتت كانت برضو فنانة كبيرة ومشهورة، ومع ذلك برضو نسيوها. الحقيقة اتشائمت، حزت في نفسي الحكاية دي أوي، ده أنا بعتبر نفسي مصاب بداء الوفاء. الماتيور بتاعي والمصور بتاع الديكور ومهندس الصوت اللي اشتغلوا معايا في أول أفلامي هم اللي اشتغلوا معايا لغاية آخر أفلامي، وإن كان واحد منهم مش فاضي فلازم هو شخصيا اللي يرشح لي أو يجيب حد تاني يحل محلي. الموسيقيين اللي في الفرقة بتاعتي طول عمرهم بيشتغلوا معايا، ما حدش منهم اتغير ابدا. المفروض ان ده الطبيعي لكل الزملاء اللي بيجمعهم شرف العمل والزماله في مهنه واحده، يكون فيه بينهم ترابط وتعاطف ومشاركه اكتر من كده. الموسيقيين والممثلين والفنانين عموما مفروض يكون فيه بينهم نوع من الحنان على بعض والاخلاص لبعض وقلبهم على قلب بعض، يواسوا المحزون فيهم ويغيثوا المتألم ويسعفوا المتضايق. الواحد في ضيق وكربه لما بيلاقي جنبه قلب مخلص حنون بيحنو ويعطف عليه ويشاركه ألامه، جزء كبير من الألام دي بيهون وبيروح، ويمكن ينسى الألم من كتر إحساسه بتألم الآخرين له. على كل حال نفسي إن الفنانين الموجودين دلوقتي يشعروا إنهم معرضين لنفس اللي تعرضت له أسمهان.